وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما مضى على أن كل مسلم يرجو النصر والثبات والتمكين لهذه الأمة، وقلنا أن النصر له سنن لا تتغير، وله أسباب لا بد أن تسلك خلالها، فمن ظن أن النصر يأتي هكذا فقد أساء الظن. كيف؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة القمر المكية، قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا تقل هذه المصادفة، وهذا انتصر بغير تدبير، وهذا انتصر بغير أسباب، هذا كلام غير صحيح. الصحيح هو قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يفيد العموم والاستغراق والشمول، فكل شيء خلقه الله تعالى بقدر وميعاد وأسباب وسنن، هذا كون الله تبارك وتعالى. فقلنا أننا لا نرجو النجاح والنصر من قبل أنفسنا، لأن أسأل في كل شيء، لكن نرجو من ظلم أعدائنا. فقد سلم السنة الرومانية من صار فيها أهلك الله تبارك وتعالى ظلموا، وسنة الله الماضية هي إهلاك الظالمين. صار النصر فيها يستعينون بنعمة الله تعالى على عصيانه، وسنة الله تعالى إهلاك المطرفين، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. كذلك سنة الله تعالى في تغيير نعمة الله الأخرى، فكذلك يبدل الله لهم. فنرجو الفلاح من الله تعالى بهذه السنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. ثم ذكرنا أن هذه السنن لا تحابي ولا تجامل، فإن كنت أنت كذلك فلا نصر ولا تمكين. لابد أن تتميز عن غيرك في دينك وطاعتك لله تعالى، وإلا لم تفهم الأسباب ولم تعرف الطريق. ذكرنا أن النصر له أسباب كثيرة. من أسباب النصر التي ذكرناها الإيمان بالله والعمل الصالح، ذكرنا منها الإخلاص والصدق في نصر دين الله تعالى، ذكرنا منها صدق التوكل على الله تعالى، وذكرنا الثبات عند لقاء العبد. كذلك من أسباب هذا النصر ما نضيفه اليوم هو الشجاعة والإقدام عند لقاء العدو. وهل ينصر الله تعالى جبانا عديدا لا يتقدم؟ هل كان الصحابة كذلك أم كانوا أصولا يقدمون أنفسهم في كل مشهد كما شهد لهم القرآن؟ ومن ثم نصر الله لا ينزل على جبان عديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات يحتاج إلى شجاعة وإقدام. كذلك ذكر الله تعالى حال المنافقين من قولهم، قال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فريق أكبر رجع من الحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صاروا معه إلى ثلث الجيش تقريبا، ومن بقي اضطر إلى التقريع حتى يمشي أمره، فاضطر إلى ذلك، لكن عقيدة ليس هناك عقيدة. فقال الله تعالى حاكيا عنهم: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قتل عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال الله تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهل سمعت لرجل مثلا أتاه الموت وهو في كان في سفينة أو طائرة أو برج أو ما شابه، فرجع الموت ولم يحصل ذلك الرجل؟ هل سمعت بهذا؟ المرة كان ومن ثم إذا جاء أجل يؤخر ولا يقدر بميقات الله تعالى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان المثال في الشجاعة والإقدام عليه الصلاة والسلام. حسبك بحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. نتقي معنى نتقي به، تقول: تقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ما تتقي به عذاب الله تعالى. فيقول بهذا التشبيه: كنا نتقي به، يعني وكان درعنا أمامنا نحتمي من ورائه، إذا وأقربنا لعدوك بشهد علي رضي الله عنه، فأقربنا لعدوك في أول الصفوف هو عليه الصلاة والسلام. لكن إذا انصرف من الغزو في المسير أين يكون؟ في آخر الناس عليه الصلاة والسلام، في آخر الناس. ولما؟ هذا ضعيف يعينه، هذا يهدف له، هذا يدعو له، هذا يدعو له بالثبات في ضعف القوم عليه الصلاة والسلام. أما في القتال لا تجده إلا في أول الناس. فقال براء بن عازب قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذى به عليه الصلاة والسلام. الشجاع من يحاذي النبي، يكون معه في صفه لا يتقدم عليه، إنما يكون محاذيا به. من أسباب النصر كذلك كثرة الذكر والدعاء، لأنك لا تنصر إلا بطاعة الله تعالى وكثرة الذكر. وقد مر معنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى من شأنهم في بدر
إذ تستغيثون ربكم، تخيل لم يقل إذ تدعون ربكم، لا قال إذ تستغيثون تطلبون الغوث من الله تعالى. حال جديد 314,000 رجل تقريبا، هؤلاء اعدوا للقتال فلم يستعدوا للقتال، فكل عناصر المعركة تميل في كافة المشركين، لكن أنزل الله تعالى نصره فنصر نبيه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. إذا هي الأسباب لا تتغير، لكنها لابد أن تستعين في الله تعالى هو النصر إلا بإذن الله. فقال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين، فالجيش الذي كان 300 أضيف إليه 1000 من الملائكة فنصرهم الله تعالى في تلك الواقعة. كذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستغاثة بالله تبارك وتعالى في تلك المواقف، وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليهم. من أسباب النصر كذلك لزوم طاعة الله ورسوله، وأن تتصور أنك تعصي الله ورسوله ثم تنصر، أي نصر هذا؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل ظله، وجعل الذلة والصغار على مخالف أمري، ومن تشبه بقومي فهو منهم، هو السبيل لا سبيل غيره، طاعة الله ورسوله. من أسباب النصر كذلك لزوم طاعة الأمير من كل عليه في ذلك، وإلا لو الآن اخترنا مسألة وتشاورنا فيها فالأغلب قال نفعل والأقل قال لا نفعل، ثم جاء التنفيذ فيقول والله أنا لا أرى عن فعل، ومن ثم لا أخبر في هذا ولا أفعل، لا ليس الأمر كذلك، إنما ننزل على رأي الأغلبية ما كان من أمرنا، كما خرج عليه الصلاة والسلام في أحد وخرج على رأي أغلب الناس من الشباب للخروج إلى أحد لم يبثوا في المدينة على رأيه هو عليه الصلاة والسلام، نفهم من هذا أنه استشار الناس، ثم لما رأى أن هؤلاء يؤمنون بهذا التزم أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لا تضروا ورجعوا، قال لا إذا اخترنا طريقا واحدا وبعدما تشاورنا لكن نمضي في طريق واحد، فالتنازع يأتي بالهزيمة والتنازع شر لا محالة في هذا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ثم قال ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. من أسباب النصر أن تصبر على مشاق الجهاد، كيف لا والجهاد هو كلمة من الجهد، أن تبذل الجهد في نصر دين الله يعني المال والنفس والوقت والراحة إلى آخره، فهذا هو الجهاد من بذل الجهد هذه الكلمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صابر، ما الفرق بين اصبر وصابر؟ اصبر فعلا وهذا واضح من السياق لا يحتاج الى تفسير، يا ايها الذين اصبروا لكن صابروا، لان الكافر يصبر والفاجر يصبر والمنافق يصبر كل بقدره، فلابد ان تغالب بصبرك صبرا وتصبر اكثر منه، كما قال تعالى ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، هي تسكن قرا فقد مس القوم قرح مثله، لكن من يصبر هو صاحب الحق، من يصبر اكثر هو صاحب الحق، ومن ثم يدعوك ان تكون اكثر صبرا حتى تغالب بصبرك صبرا. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى كما في غزوه احد في سوره ال عمران وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيله، فقال متغطرا ثانيا وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير، ورغم ان قتل
من أسباب النصر الإخلاص لله تعالى، فلا يكون المقاتل مجاهداً إلا في سبيل الله، لا يقدم غير ذلك، كما مر معنا في الآية وكأي من النبي قتل معه ربيون كثير فصبروا لأمر الله تعالى. كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ الآن المقاتلون في الظاهر يقاتلون في سبيل الله، كل يدعي ذلك، لكن قد يكون في داخله يقاتل للمغنم يريد الغنيمة لا أكثر، والآخر يقاتل للذكر حتى نقول فلان بطل كبير من الغوار، والثالث للذكر حتى نذكره دائما بالشجاعة والإقدام وما شابه، ولا ينطبع القلوب إلا على الوجوه. فقال: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحصر يفهمك أن هذا هو السبيل لا غيره، لكن قد يدخلك شيء من الرياء وقد يدخلك شيء من كذا، ولذلك قال: من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو في سبيل الله. بمعنى لو أن إنسانا قاتل في سبيل الله ثم دخله شيء من الرياء، شيء من طلب المغنم، شيء من كذا، لا هذا ببعض ما كسب. هذا هو السبب، لما أرادوا الدنيا كما قال: منكم من
أين الذي